تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر الإعداد، يوسف سعد، ومخرجنا المتألق المبدع أيمن سرحيل. صبحك الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعينا الأعزاء، أرحب بتواصلكم معنا، ونرحب بملاحظاتكم، ونرحب بمشاركاتكم خلال الساعة على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ونقول يا مرحبا بكم وسهلا. ومستمعين الأعزاء، مثل ما تعرفون وعودناكم دائما، أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي، وبنشوف هيئة الصحة في أرقام والسوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أختي أسماء، بالنور والعافية. صبحتم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا بك أختي أسماء، وشو بتخبرينا اليوم بما يدور في السوشيال ميديا؟ في البداية أحب أذكر بالخدمات اللي موجودة واللي نحن مركزين عليها حاليا بشكل كبير في فترة كورونا المستجد، وهي خدمات الطبيب للمواطن. نحن ما شاء الله، لأن اليوم وأمس شفنا وايد رسائل شكر من الجمهور لخدمة طبيب للمواطن، فحبينا نذكر فيها في إذاعتنا لأي شخص يحس أنه عنده أي أعراض لكنها غير طارئة الأشياء في نهاية الإمرجنسي، لازم يتم الاتصال بالإسعاف بكل تأكيد. فكل حالة يعني مثل شاف شيء مو بشرط يروح المركز الصحي، هالخدمة تعوضه عن الذهاب للمركز الصحي، وأيضا في حال يحتاج دواء راح يوصلون البيت بخدمة دوائي. ما شاء الله الخدمة متكاملة، فيها صوت سواء كان يبغى صوت صوت وصورة فيديو كول، هاي أشياء كلها موجودة وعلى مدار الساعة طول أيام الأسبوع. الخدمة هاي كانت أخوي يعني أطلقناها تقريبا شهر 10 من العام الماضي، وهي كانت من ضمن البند الخامس في وثيقة الخمسين. نعم. وما شاء الله يعني حاليا نحن نستفيد من الخدمة، حتى نحن يعني كجمهور مو بس يعني كموظفين، شخصيا أنا بعد استفيد من هذه الخدمة اللي تعوضني عن الذهاب مركز الصحي. دائما ننصح الجميع أن يتواصلون معنا على الرقم المجاني 8342، والآن خاصية أخذ الموعد تغيير الموعد موجودة في تطبيق الهيئة الإلكتروني اللي على الآيفون والأندرويد. نعم أختي أسماء، أيضا يعني كنا نحن مستضيفين الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي، وكانت يعني فكرة مبادرة دوائي على أساس أن تكون يعني توزيع أو يعني توصيل الأدوية مجانا لمتعاملين هيئة الصحة بدبي في إمارة دبي، ولكن الحمد لله اليوم الخدمة هاي تغطي جميع إمارات الدولة. وأيضا ذكر بأن يوميا عندهم أكثر من 500 طلب توصيل للمنزل الدواء مجانا لمتعاملين هيئة الصحة بدبي، وهذا شيء الحقيقة جميل ويسعد المتعاملين. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن يعني نصائح لاقد صراحة يعني ناس وايد حبوها أمس، إن نحن حطينا نصائح خاصة للمرأة الحامل للوقاية من الكورونا. دائما يقولون كيف نقي نفسنا، كيف كيف كيف، لكن نحن حطينا نصائح خاصة للمرأة الحامل وكيف ممكن أن يتقي نفسه. في النهاية نحن ننصح الحوامل أنهم حالهم حال يعني عندهم أمراض مزمنة أو الأطفال أو أصحاب الهمم، ننصح أنهم ما يطلعوا من البيت بالمرة. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها أمس، كان في يعني نشرة جميلة جدا من طيران الإمارات، ولأن أي شخص
قبل ما يطلع الدولة يتم فحصه وإعطاء نتيجته قبل ما يركب الطيارة. تعتبر طيران الإمارات يوم أول ناقل تجري فحوصات كوفيد ميدانية سريعة للمسافرين. وهذا طبعا يعني احنا نثق ايضا بكوادرنا الطبيه اللي موجودين في مطارات دبي في انهم يقدمون هذه الخدمه السريعه للمسافرين قبل الخروج من الدوله. وهاي كانت يعني اغلب الاشياء اللي كنا حاطينها، وفي النهايه اتمنى الجميع اتباع الارشادات الوقائيه ودمتم بصحه وسعاده. الاخت اسماء الجناحي، دمتي بالصحه وسعاده، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت أختنا أسماء بأن نستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن بهيئة الصحة بدبي على الرقم 800-00342، وأيضا مبادرة دوائي. قبل أن نطلع الفاصل بتكون معنا الفقرة التوعوية الثانية، البدائل الغذائية، مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش، ولكن بناخذ فاصل إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ونرحب بكل من انضم إلينا. وأيضا نذكركم مستمعين الأعزاء على التواصل معنا على الرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون فقرة التوعية والبدائل الغذائية مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور. الله يحييك أستاذة نجلة. نحن طبعا في الحلقات السابقة تكلمنا كثير عن الأغذية اللي ترفع مناعة الجسم، وأيضا العوامل اللي ترفع المناعة، وتكلمنا أيضا عن الأغذية اللي تقوي مناعة الجسم. اليوم أتوقع حديثنا بيكون جميل، وبتكلمينا عن الأغذية اللي تعمل على يعني تهدئة توتر القولون العصبي. ومثل ما تعرفين بأن الموضوع القولون العصبي هي حالة شائعة جدا اليوم بين الناس، فضروري جدا أن نعرف أختي نجلة ما هي البدائل والأكلات اللي تهدي من توتر القولون العصبي. بالفعل طبعا القولون العصبي أعراضه تختلف من شخص إلى آخر. نعم. عشان شيء نحن مهم بالبداية نصحه من الشخص بنفسه يلاحظ الأكلات اللي ممكن يأكلها، وحس إنه بعدم الأريحية إذا هذا الموضوع تكرر عنه، يحاول إنه يبتعد عن هذه الأكلة ويتجنبها لأنه ممكن إنها هيجت عند القولون. طبعا نصيحتي الأولى حب أقدمها لتجنب التوتر والعصبية خاصة في هذه الأيام، لأن هي تزيد الأعراض والأمراض عموماً بشكل عام. البدائل اللي نحن ممكن نستخدمها الغذائية عساس أن نحن نهدي من الأعراض القولون العصبي، أنا أول شيء صراحة أفضل اللي هو الزبادي، لأنه في بكتيريا نافعة وفي اللي هي المادة الغنية اللي هي البروبيوتيك المفيدة جداً للمعدة، ودائماً نقول هي صديقة المعدة ومهمة لي صحة الجهاز الهضمي. نصيحتنا كذلك إن ننصح الناس إن ما يأكلون على توتر وعلى ضغط، يعني يكون الشخص يكون قلق ومكتئب ومتوتر ويقوم يأكل مثلا وجبة دسمة، صحيح، يقوم يهيج عنده القولون. فمهم جدا إنه يأكل وجبات خفيفة ويمضغها بطريقة يعني بشكل جيد عشان ما يعني ما يعرض نفسه لمثل هذه المشكلات. صحيح. وأيضا أستاذة نجلة، نحن في المواضيع أو في حديثنا في المواضيع الحلقات السابقة تكلمنا بأن ضرورة يعني معرفة التوازن الغذائي في الوجبات اليومية، سواء وجبة الريوق أو الغداء أو العشاء، بحيث أن نحن نتأكد بأن الوجبات اللي ناخذها فيها الأغذية اللي تساعد في يعني نشاط الجهاز المناعي وتقوية المناعة، وبالأخص خلال هاي الأيام. صحيح، وأن الشخص يحاول أنه ما يأكل أو مثلاً ما يأكل وجبات دسمة في نفس الوقت ما يزيد عن احتياجه من السعرات الحرارية، خاصة إذا كان شخص ما يمارس الرياضة أبداً وقاعد مثلاً في هذه الفترة وبس قاعد مثلاً على شاشات الكمبيوتر وعلى الألواح الذكية. فمهم جداً أنه يحاول يوازن بين الوجبات الغذائية اللي يتناولها
وفي نفس الوقت يقدر يمارس ويفضل انه يمارس الانشطه الرياضيه او يحاول انه يزيد عنده معدل الايض والحرق في الجسم، بس يعرف الكميات اللي ما تزيد عن الحد، لان هذا ممكن تاثر بطريقه سلبيه على الشخص نفسه. نعم. فحلو انه يزيد الشخص كذلك كميه الالياف الغذائيه بالنظام الغذائي. طبعا الالياف موجوده بالخضروات والفواكه بقشرها، بس في اشخاص يعني تعاني من انها اذا كانت اذا كان عندهم يعني اذا كانوا هم يعانون من امراض القولون، اذا ركزت على الخضروات الصليبيه مثل البروكلي الملفوف، هالاكلات ممكن الخضروات هاي بالذات ممكن تهيج عندهم القولون العصبي. وننصحهم كذلك انهم يتجنبون تناول البصل والثوم الني للناس اللي يعانون من امراض القولون العصبي، مش للاشخاص، مو للاشخاص العاديين اللي ما عندهم مشكلات بالقولون العصبي. نعم. فنحن ننصحهم بهالنصيحه، وفي البعض منهم قد يتاثر انه اذا شرب حليب يعني ممكن يسبب له نفخه. نحن مثل ما متعودين اخوي عبد الله ان الناس بالاول يوم يحسون بحرقه بالمعده او يحسون بحرقان على طول يروح يتناول مثلا كوب حليب بارد، اساس انه يعني يحاول انه مثلا يهدي الحرقان اللي حاصل او النفخه اللي حاصله. صحيح. بس ممكن يكون هذا تاثير سلبي له، يعني ممكن لما يشرب الحليب يتحسس القولون عنده من اللاكتوز اللي موجود بهالحليب، وبالتالي بيسبب له نفخه او حتى بتزيد عنده المشكله وتتفاقم. فالشخص يلاحظ مدى تحمله للحليب بالذات. فعنده نعم. ممكن زبادي من النصائح اللي الواحد مثلا او البدائل اللي ممكن ياخذها لانها فعلا مفيده للمعده، ويحاول يشرب كميات ماء كافيه، لان في حالات القولون العصبي قد يحصل امساك وقد يحصل اسهال. صحيح. في كل الحالتين نحن ننصح ان الشخص يشرب الماء بكميات كافيه بمعدل لترين الى 3 لترات خلال يومه كامل، مو بدفعه واحده، مو بدنا نقول حق الشخص لتر لترين وروح يشربهم يصير مره مره واحده واحده يقول يشرب. خلاص. نعم. استاذ نجلة، عندنا سؤال من احد المستمعين عن يقول انه يعني في هناك كثير من الدراسات ب يعني شرب يعني المشروبات الساخنه عفوا، مثل انها فعلا تهدي القولون العصبي، مثل يعني ماي الحار مع الليمون او الزنجبيل او اليانسون. فهل نعم تفضلي. فعلا المشروبات هذه الساخنه، الشاي بانواعه، عندك مثلا البابونج، اليانسون، الكمون، النعناع، هذه الاشياء تساعد على تهدئه او اللي هي يعني ما تخلي القولون يتهيج، وتساعد على تهدئه المعده وهي مفيده لصحه المعده. لكن يفضل اللي هي انتقاء الاوقات المناسبه، يعني انا مو مثلا اول ما نصحى الصبح اريج على طول زنجبيل وليمون، وممكن هذا ياثر على معدتي. وفي نفس الوقت انا لازم اقلل كميات السكر، يعني في ناس مفهومها ان نشرب نحن مشروبات طول اليوم، مشروبات مفيده اعشاب، ويحطون كميات سكر يعني كبيره، بالتالي بيزيد وزنهم، لان يعني الكميات اللي كميات السكر هاي تاثر عليهم جسمهم. وحب خاصه بعد الشاي، اذا انا مثلا بركز اني يعني اخذ الشاي خاصه قبل النوم ممكن ياثر على نومي. صحيح. فما نام بكميات كافيه، يعني ما نام ساعات نوم كافيه، وهذا الشيء بيؤدي الى تقليل الجهاز المناعي. فمهم جدا اني انا اعتدل، يعني صحيح انها مفيده، ولكن انا اعتدل في شرب مثل هالمشروبات الساخنه، اتناولها باعتدال، ولكن احرص على اني اتجنب السكر او اقلل منه، ويفضل اني استبدله بالعسل. استاذه نجله، بخصوص موضوع الشراب البابونج، هل ممكن اخذه على الريق؟ بدون سكر مثلا؟ البابونج نعم مهدئ، ممكن ما يهيج المعده البابونج خادي، لكن الاشياء اللي ممكن اضيفها اذا ضفت مثلا ليمون بزياده، اذا ضفت الزنجبيل، هالاشياء ممكن تاثر عند لدى بعض الاشخاص. صحيح. مو بالجميع. بس اهم شيء مثل ما ذكرتي استاذه نجله، بان يعني صح ان هاي المشروبات مفيده ولها يعني تاثير ايجابي في الجسم من ناحيه التهدئه، من ناحيه الامور هاي، ولكن لابد ان الواحد يعني يتثقف ويعرف مثلا يعتدل في المشروبات هاي مثل ما انت تفضلتي، بحيث ان حتى زياده الكميه ما تاثر على الجسم. بالفعل، لان نحن الاعراض الشائعه اخوي عبد الله اللي هو الامساك، الاسهال، النفخه، عدم الارتياح طول اليوم، الانسان يشعر يعني يقعد ويشعر بتخمه. صحيح. مهم جدا اني انا ازيل هذه الاعراض وهذه الاسباب، خاصه عند الاشخاص اللي
خلاص تم تشخيصهم وقالوا لهم ان انكم عندكم مشكلات في القولون العصبي، صحيح. وللوقايه كذلك للاشخاص اللي ما يعانون من القولون العصبي، وممكن مع مرور الزمن مع التوتر مع زياده العصبيه ممكن سوء اللي هم يعني ما يتناولون الاغذيه الصحيه، ممكن كذلك يكونون الفئه هاي معرضه انهم يصابون بامراض القولون العصبي. فمهم صحيح. جدا ان احنا نحرص في كلا الحالتين. طبعا الناس اللي تدخن ننصحها ان تقلع من التدخين او تقلل، يعني عشان بعد هذا بعد ياثر على معدتهم كذلك. نعم. فهاي النصائح اللي نحن نقدمها، وانهم في بعض الناس اخوي عبد الله ممكن ياكلون طول الوقت يعني شيبس حلويات شوكليت اشياء ممكن تاثر عليهم وتاثر على المعده، فمهم جدا اختيار الاوقات المناسبه اللي هي 3 وجبات رئيسيه ومن صحيح. بينهم وجبات خفيفه، ويفضل اختيارها لتكون صحيه. وفي هذه الوجبات الرئيسيه نتجنب التوابل الحاره، نحاول نتجنب الناس اللي عندها دائما انتفاخ، نحاول نحن نتجنب ان نحط البقوليات في هذه الوجبات لانها ممكن تزيد عندهم مشكلات وتفاقم الانتفاخ عندهم بشكل عام. نحاول ان نحن نقلل استهلاك الاطعمه الغنيه بالدهون، يعني هاي ممكن صحيح. تاثر عليهم بشكل سلبي. نعم، ونحن أيضا يعني في الحلقات السابقة تكلمنا بأن اليوم نحن محتاجين إلى يعني تقوية الجهاز المناعي عندنا، والأغذية فعلا أختي نجلة اللي فيها كثرة الدهون والأغذية اللي فيها كثرة السكريات، هاي تقلل من مناعة الجسم. فعلا، ونحاول دائما نخفف التوتر، وفي أطعمة تساعد على تخفيف التوتر مثل ما ذكرنا بعض الأطعمة عندنا. نحاول ان نحن مثلا المشروبات الساخنه بعد هاي تساعد على التهدئه. طبعا ننصح بشكل عام انهم ينامون ساعاتهم كافيه، نعم. ويحاولون يمارسون اللي هو النشاط الرياضي والانشطه بشكل عام اللي ممكن يمارسونه وهم في بيوتهم، وتقلل لهم المشكلات بشكل عام مو بس مشكلات القولون العصبي. نعم، أستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك وشكرا على المعلومات الطيبة وما قصرتي. شكرا لكم وشكرا على هالاستضافة، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الرئيسية بتكون قطرة دم لإنقاذ حياة إنسان، بتكون معانا الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، بنخبركم أكثر تفاصيل عن التبرع بالدم وعن إنقاذ حياة إنسان، ولكن خلكم ويانا بعد الفاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه، ويا مرحبا بكم ايضا، ويا مرحبا لكل من انضم الينا في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. مستمعينا الاعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، نرحب بملاحظاتكم ومشاركاتكم على الارقام 6005 5 1 4 1 4 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، هيئة الصحة بدبي تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير وحدات الدم ومكوناته وبأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، وبالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة في وجود حالات مرضية بحاجة لأصناف دم قليلة الوجود والنادرة أيضا منها، وذلك عن طريق مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي. ويعد أيضا مركز دبي للتبرع بالدم واحدا من المراكز الأكثر مأمونية عالميا، وذلك من حيث التجهيزات والأدوات والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في عمليات سحب وتجميع الدم، والتي أيضا توفر أقصى درجات الأمان والسلامة للمتبرعين، وتحافظ أيضا على صحتهم وحياتهم من أجل أو من أي مشكلات صحية. مستمعين الأعزاء، حول هذا الموضوع المهم نواصل حديثنا اليوم مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. دكتورة مي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. الله يخليك، صباح الورد والسرور.
الله يحفظكم. الله يحفظك يا دكتورة. دكتورة مي، موضوع التبرع بالدم مثل ما تعرفين هو عمل جليل وعمل أيضا يعني عظيم، وأيضا هو واجب ديني وواجب وطني، ونحن دائما نشجع يعني أفراد المجتمع بالتبرع بالدم، وبالأخص خلال الفترة هاي وجود يعني وباء منتشر حيث يكثر أيضا المرضى المحتاجون لقطرة دم ممكن أيضا أن تنقذ حياة إنسان. دكتورة مي، في البداية يعني تخبرينا عن موضوع يعني مدى استجابة أفراد المجتمع لنداء التبرع بالدم خلال الأشهر الحالية على وجه التحديد في ظل عفوا في ظل الأزمة العالمية الراهنة لفيروس كورونا. نعم أخوي عبد الله، احنا طبعا نوجه كل الشكر والتقدير لجميع الأشخاص من أفراد مجتمع الإمارات الكريم اللي يساهمون يوميا في القدوم إلى المركز للتبرع بالدم. الحمد لله الاستجابة جدا جيدة، وعدد المتبرعين في تزايد. اللي إحصائياتنا طبعا إذا نتكلم عن إحصائيات، ففي شهر مارس هذا العام استطاع المركز أن يسحب 3939 وحدة دم، وفي شهر أبريل من بداية شهر أبريل إلى حد اليوم إحنا ساحبين 1368 وحدة دم. فهذا طبعا يبين إقبال المتبرعين على التبرع بالدم، لكن طبعا بسبب الظروف الحالية وبسبب الإجراءات اللي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وحماية أفراد المجتمع، فهناك تقييد بالحركة المرورية، وحتى احنا نسهل للامر على المتبرعين، لان احنا طبعا محتاجين الى المتبرعين بشكل يومي، وما نقدر نتوقف عن سحب الدم، لان يوميا في حالات محتاجه الى نقل دم في ظل هذه الظروف. فاستطعنا الحمد لله بدعم من هيئه الصحه، فريق العمل اللي يعمل مع سلامه وتقنيه المعلومات، من توفير خدمة المواعيد من خلال الاتصال بمركز الاتصال. فحاليا إذا الشخص يرغب بالتبرع بالدم ممكن أن يتصل بمركز الاتصال التابع لهيئة الصحة في دبي واللي رقمه 800342، ويطلب حجز موعد للتبرع بالدم، فبناء أن يختار اليوم يختار الوقت، ويتم إعطاء رسالة نصية. هذه الرسالة النصية ممكن أن تستخدم كمستند عن سبب خروج الشخص من المنزل. هذا بالإضافة إلى أنه في حال وصوله إلى المركز وتبرعه بالدم، نقوم بإعطاء رسالة رسمية أن الشخص قد زار المركز وتبرع بالدم في الوقت والتاريخ اللي تبرع به. فهذا أيضا مستند ثاني، أنه الشخص خرج من المنزل بناء على رسالة نصية استلمها من هيئة الصحة، وأنه تبرع بالدم، وإحنا نعطي رسالة رسمية. هذا يمكن من بدينا نشتغل به خلال الأسبوع الماضي وإلى اليوم شفنا أنه في ارتفاع في عدد المتبرعين بالدم. فمثلا البارحة سحبنا 139 وحدة دم، والحمد لله يعني أنه هذا إذا يستمر يساعدنا على توفير الدم للحالات الطارئة ومرضى الثلاسيميا. ودائما احنا نقول طبعا هناك حاجة يومية للوحدات الدم ولمكونات الدم مثل الصفائح الدموية وبلازما الدم للمرضى مثل مرضى الثلاسيميا، المرضى الحالات النزيف لأسباب مختلفة، والحالات الحرجة المختلفة اللي تحتاج إلى نقل دم أو نقل مكونات الدم. نعم دكتورة، شيء جميل جدا أن يعني أنت طمنتي الجمهور بأن بإمكانهم الخروج من البيت قبل يعني الوصول إلى مركز دبي للتبرع بالدم، الاتصال بمركز الاتصال بهيئة الصحة بدبي على 800342، وذلك لعمل موعد للتبرع، ومن ثم يتم يعني توصيل رسالة نصية لهم، والرسالة النصية هاي في حال إذا تم توقفهم من قبل الشرطة ممكن إبراز الرسالة هاي، وذلك لتسهيل عملية يعني إجراءات يعني وصولهم إلى مركز التبرع بالدم. دكتورة، عن موضوع الأمان والسلامة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمتبرعين، ومثل ما تعرفين دكتورة أن هناك مركز دبي للتبرع بالدم، أيضا لديكم الحافلات المتنقلة لموضوع التبرع بالدم.
نعم طبعا داخل المركز كل الإجراءات اللي ممكن أن تطبق لضمان سلامة المتبرع بالدم وسلامة العاملين بالمركز تم اتخاذها من بداية شهر جانيوري، من أول شهر بهذه السنة احنا كنا سباقين في اتخاذ الإجراءات للاحترازية لسلامة المتبرع والعامل في المركز، زائدا طبعا الإجراءات اللي تضمن سلامة الدم الذي يتم توفيره للمرضى. فاحنا مثلا على سبيل المثال كان الخطوات التبرع بالدم كانت تبدأ بتسجيل المتبرع بالدم، وبعدين يذهب لتعبئة الاستبيان، وبعدين يأخذ له وقت من الراحة في صالة الانتظار، وبعدين يروح للممرضة حتى يقيس الحرارة. الحين في ظل هذا الظروف من منتصف شهر جانيوري احنا غيرنا الإجراءات، فبدينا بأول شيء بأول مكان يدخل منه المركز عند الباب الرئيسية هو قياس درجة حرارة المتبرع وسؤاله عن تاريخ السفر. إذا كان المتبرع مسافر لأي دولة خلال 28 يوم السابقة أو طبعا عند درجة حرارة فيتم استبعاده، وهذا طبعا لضمان سلامة المتبرع، بالإضافة إلى أنه ضمان أنه ما يكون في شخص ممكن يكون حامل للفيروس موجود داخل صالة الانتظار. فهذا إجراء جدا مهم اتخذناه، بالإضافة إلى أنه طبعا وفرنا المواد الواقية للمتبرع بالدم، موجودة كفوف لاستعمال واحد، موجود غطاء الوجه، فعندنا جلوس وعندنا ماسك موجودة. اي شخص طبعا الحين بدات الاجراءات انه تطلب من الناس كلهم ارتداء الماسك، لكن احنا بدينا من قبل هذا توفيرها، وحاليا ايضا موجوده. ممكن المتبرع انه نعطيه الماسك ونعطيه الجلوس، وطبعا هذا يعني اجراء ماشي، يجب ان يرتدي الماسك والجلوس قبل ان يدخل الى المركز ويستعمل طبعا الألواح الذكية، نعم. بالإضافة إلى أنه في موظفين خاصين للتعقيم بعد كل متبرع. أول ما يستخدم الألواح الذكية في موظفين يقومون بتعقيم اللوح الذكي للشخص اللي يأتي بعد هذا، وطبعا أخذنا في نظر الاعتبار التباعد الاجتماعي، فأسرة المتبرعين تم إلغاء بين سرير والآخر، سرير يلغى لا يستخدم حتى احنا نحافظ على وجود مسافة بين متبرع والآخر. وهذا بالإضافة لأنه أعطى تعليمات وتوعية للمتبرعين بالدم عن الفيروس وطريقة انتشاره. وأحب أن أقول اليوم أخوي عبد الله أنه حتى خدمة دمي الموجودة داخل تطبيق هيئة الصحة في دبي تم تفعيل معلومات توعوية وتثقيفية تم إدخالها في تطبيق دمي، فممكن الشخص اللي يحب يعرف شو هي شروط التبرع بالدم بعد انتشار مرض كورونا، فممكن أنه يطلع على التعليمات الجديدة من خلال الصفحة الرئيسية لتطبيق دمي الموجود داخل، نقول هي خدمة دمي موجودة داخل تطبيق هيئة الصحة في دبي، ويمكن يقرأ التعليمات. وهذه التعليمات وفرناها بثلاث لغات، باللغة العربية والإنجليزية والهندية، حتى يقدر يعرف المتبرع إذا هو ممكن أن يتبرع، أنه يسحب روحه من التبرع بالدم، بالإضافة طبعا على معلومات عامة عن الكوفيد 19. نعم مستمعين الأعزاء، معنا على الهواء الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. بإمكانكم التواصل معنا لمعرفة المزيد عن موضوع قطرة الدم لإنقاذ حياة إنسان على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دكتورة مي، تعطينا شوية معلومات عن موضوع الفوائد الصحية للشخص المتبرع. التبرع بالدم المنتظم هو أسلوب حياة صحية، بالإضافة إلى طبعا كون عمل إنساني نبيل مثل ما تفضلت حضرتك في بداية اللقاء، يساهم في إنقاذ حياة المرضى في ظل أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان مع تطور العلم لحد هذا اليوم. يتبرع بصورة منتظمة، يساهم هذا التبرع في تجديد خلايا الدم،
وفي تنشيط خلايا نخاع العظم، وهي الخلايا طبعا الموجودة داخل العظام لصناعة مختلف أنواع خلايا الدم. فيتم تنشيط هذا الخلايا لإنتاج خلايا جديدة، بالإضافة لأنه التبرع بالدم المنتظم يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، لأن طبعا تقل كثافة الدم، فبذلك تقل نسبة ان حدوث الجلطات القلبية والدماغية، بالإضافة إلى انه التبرع المستمر يقلل من نسبة الحديد الزائد عند بعض المتبرعين وخصوصا المدخنين. فمثلا المدخنين لانه نسبة ثاني اكسيد الكربون تكون مرتفعة في دمهم، فالجسم كريسبونس يعني كاستجابة لارتفاع ثاني أكسيد الكربون يكون كريات دم حمراء بكمية أكبر، فبالتالي رح يصير الدم كثيف ويكون لزج، فهذا ممكن لا سمح الله يؤدي إلى حدوث جلطة. التبرع بالدم يؤدي إلى تقليل هذه الكثافة ويحسن من سيولة الدم، وبالتالي طبعا يعود بالمنفعة للمتبرع بالدم. فبالإضافة طبعا إحنا من خلال خبرتنا الطويلة في نقل الدم كثير متبرعين اللي يتبرعون بصورة مستمرة يقولون إنه التبرع يقلل من آلام الركب، نعم. يقلل من آلام الرأس الشقيقة، فكثير من الناس إذا مثلا نمنعهم من التبرع لسبب ما يخص صحتهم يزعلون، لأن يقولون إنه هذا يأثر على آلام مختلفة في جسمهم. فالحمد لله والشكر التبرع بالدم صحي ومفيد للشخص المتبرع، بالإضافة طبعا إلى المرضى اللي هم بحاجة إليه. نعم، أيضا دكتورة يعني من خلال حديثك أن هناك في بعض الناس يعتقدون أن يعني اللي يسوي الحجامة معناته أنه ما يتبرع بالدم، ولكن اللي ذكرتي أنت الفوائد اللي ممكن يستفيد منها الشخص يوم يتبرع بالدم طبعا يختلف اختلاف كبير جدا عن الحجامة، لو توضحي لنا هاي الجزئية دكتورة. الحجامة طبعا يتم سحب الدم من مكان موضعي وسطحي، نعم. لكن التبرع بالدم الدم ينأخذ من خلال إدخال إبرة في وريد مركزي، فلذلك الدم يطلع من الدورة الدموية كاملة. فطبعا الفوائد بالنسبة له، بالنسبة للنقاط اللي ذكرناها مثلا تجديد خلايا الدم أو تقليل نسبة الحديد الزائد أو تقليل الجلطة القلبية الدماغية، طبعا هذه مرتبطة بالتبرع بالدم، بالإضافة طبعا أن الدم ما حينكب، الدم راح يروح إلى مو مريض واحد، احنا دائما نقول إلى 3 إلى 4 مرضى يستفادون من كيس الدم الكامل. لكن الحجامة هي طبعا مفيدة لكثير من المرضى المتعودين عليها، لكن فائدتها تكون محدودة لأنها موضعية وطريقة إخراج الدم مختلفة. فالتبرع بالدم دائما يسوي نشاط عند الشخص، يحس أنه هو نشيط، يحس أنه هو خفيف، ويحس بأنه صحته صارت أفضل، خصوصا إذا الشخص يمارسها بصورة منتظمة فيكون تأثيرها أكبر طبعا. صحيح دكتورة، أيضا يعني شهر رمضان إن شاء الله الكريم يعني على الأبواب، لو تذكرينا يعني هناك بالنسبة لموضوع المواعيد، هل هناك مواعيد للتبرع في شهر رمضان الفضيل؟ نعم، إن شاء الله يجي رمضان والكل بخير وصحة وسلامة وينعاد على الجميع في كل عام والجميع بخير. في شهر رمضان طبعا إحنا مثل كل عام يكون في عندنا فترتين للعمل، الصبح لغير المسلمين ونفتح مساء بعد الإفطار للمسلمين. أوقات العمل حتكون من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا يوميا، وبعد الإفطار نفتح إن شاء الله من الساعة 8 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل. فإحنا طبعا نرحب بجميع الأصحاء من الأشخاص الكرام اللي يتفضلون عندنا للتبرع بالدم، وطبعا نحب نقول انه اذا عندهم اي سؤال او عندهم اي استفسار فممكن يتصلون بمركز الاتصال وهم يجاوبون على جميع اسئلتهم. وكذلك احب اذكر انه احنا قمنا بتسهيل عمليات خروجهم من المنزل وعودتهم الى المنزل بالسلامه باذن الله، نعم. من خلال الرسائل النصيه اللي يتم ارسالها من هيئه الصحه لهم، والرسائل
اللي تصدر عن المركز بعد التبرع بالدم. نعم. دكتورة مي عبد الرؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن تكون حلقتنا اليوم قدمت لكم الفائدة المرجوة إن شاء الله. وأيضا هذا نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد، وأيضا سمعنا من أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي عن الأغذية التي تهدي القولون لفئة الناس اللي عندهم مشاكل في القولون العصبي، بخصوص موضوع يعني التوازن الغذائي حتى يكون هناك ما في توتر عصبي في القولون. أيضا تحدثت الدكتورة مي عن موضوع أهمية التبرع بالدم، وذلك لإنقاذ حياة إنسان. بإمكانكم الاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342 لأخذ الموعد. وأذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء، خلكم في البيت، بسبب أن وجودكم في البيت هو سبب نجاح فرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة على صحتكم وسلامتكم. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج المبدع أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة، وخلكم في البيت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.